مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم السعودية، مرحبا بكم هنا من خلال هذا اللقاء الكلاسيكي في كرة القدم السعودية هنا في دوري الزين. من يواصل المشوار في الدوري بانتصارين أو بتعادلين، عفوا هذان التعادلان اللذان فتحا الأبواب أمام بقية الأندية هنا في بطولة دوري الزين من أجل الوصول، من أجل الطمع، من أجل الوصول إلى القمة بعد التعادلات الأربعة للمتصدر الاتحاد، وبعد التعادلين أيضا للملاحق الدائم نادي الهلال في بطولة هذا الموسم، وبالوصول إلى المدرب الأرجنتيني كالديرون في الأيام القادمة. صافرة البداية تنطلق هنا، تأتي هنا، توث عن هنا عن طريق المدرب أو الحكم عفوا كلوديا سيركيتا الحكم السويسري، ترجع تتخلص، تصل إلى فيكتور سيموز. سيموز سجل في الوحدة في الجولة الماضية، وسجل في الفيصلي، وقبل ذلك سجل في الشباب. الحسني صاحب الأهداف الستة، مرت قدم سدد إلى خارج أرضية الملعب، هي الإشارة الأولى في المباراة. الملز تحت أقدام اللاعبين يهتز، لكن مين اللي راح يهز؟ مين اللي راح يبدأ؟ الحسني في محاولة المرور والتقدم، كرة فيها تسديدة بالجول، عمدة عمدة الفتى الساحر، الفتى الذهبي لكرة القدم العمانية، الحسني عماد بداها، الحسني عماد ولعها، عمدة الأهلي الجديد، بطل الأهلي الجديد، العمدة يسجل، العمدة يضع، العمدة يضع البصمة الأولى، سجل للأهلي، لكن هي فيكتور سيموز، هي تمريرة سيموز وصلت إلى عماد. شوف التمريرة من البرازيلي، البرازيلي عماني، شوف اللقطة وصلت إلى الحسني، وضعها في زاوية صعبة يا شرحيلي، صعبة يا شرحيلي. هدف أول للراقي عن طريق لاعب راقي، بهدف بطريقة فيها السمو، فيها الارتقاء. هنا الملز تحت أقدام العمدة يهتز. هكذا عندما تأتي المصائب لا تأتي فرادة أبدا. نيفيز يبحث الآن، وصل الآن نيفيز، كرة فيها صافرة خطا لمصلحة البرازيل، حفظ للاتحاد الخسارة الأولى أو مانع الاتحاد من أول الخسائر. معيوف ياخذ مكان لمسليم ياسر، ياسر لم يظهر في المباريات الماضية المعلوفة. يا برازيلي نيفيز يفجر الفرح، ثبت الملز بعد ما كان يهتز، ثبت الملز بعد ما كان يهتز، عادت الأمور إلى التعادل، عادت الأمور لمصلحة الزعيم. شوف كرة تياغو، ولد ولد ولد، لا والله إلا راجل، إلا راجل وسيد الرجال. شوف الكرة الماضية، يا لا معيوف لا بسليم، الكرة الماضية في السليم، الكرة الماضية في السليم. هنا شباك المعيوف تهتز، واحد الآن، عشر دقائق، هي لا تعكس أبدا الدربيات، لا تعكس أبدا الكلاسيكيات، لا تعكس أبدا النهائيات. يسجل الحضور، يأتي هنا يسجل الآن هدف التعادل، كرة فيها تسديدة قوية، إلى خارج أرضية الملعب، ركنية في المحاولة، اصطياد حالات التسلل، واحدة ممكن يخطأ فيها، واحدة ممكن يفلت فيها، حذار يا هلال. كرة في الجهة اليمنى، محاولة ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أو ركلة ركنية حاضرة نادي الأهلي في المباريات الماضية. جيسان الآن يدخل إلى أرضية الملعب بديلا لويلي هامسون الذي يترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. ويلي يترك أرضية الملعب والدخول لوليد الجيزاني الآن، هناك تبديل اضطراري أول حاضر بالنسبة لنادي الهلال في الدقيقة رقم 27 من شوط المباراة الأول. كرة في الجهة اليسرى تصل إلى الشلهوب، يبحث عن المرور، الحكم يعطي الاستمرارية، كلوديا سيركيتا يعطي الاستمرارية في الكرة الماضية بالاصطدام الموجود. يسرى محاولة حاضرة، مرور من الوليد الجيزاني،
من وليد الجيزاني، نعم مع المحاولة المستمرة الآن، كرة فيها تسديدة أولى ثانية من المحياني، وفي المرتين اصطدت عادت إلى الجاسم تيسير، هنا يبحث عن التمرير في كرة أمامية، مرر تيسير لا وجود للتسلل، مرور من فيكتور، سدد سيبوس ملعوبة إلى الحسني، سيطر عليه شرحيلي. مباراة أخرى مؤجلة أيضا مع نادي الشباب، إذا الأهلي أو الفتح عفوا، هنا محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، كرة فيها خطورة تتهيأ بتسديدة موجودة، محاولة مستمرة والحكم يعطي الاستمرارية، يعطي الاستمرارية في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية لتعود مرة أخرى لمصلحة الهلال، هنا ليونغ عرضية في منطقة الجزاء، جيزاني في الكرة، المحاولة الماضية شوف لحظة التمرير لا وجود للتسلل، لحظة الوصول وين التسلل؟ وين التسلل يا إيرارد كريستو؟ ليونغ لمسة إلى رادوي، مرة أخرى محاولة ملعوبة أمامية الآن، لكن أيضا تغطية موجودة ومحاولة حاضرة، وكرة تصل الآن في الجهة اليسرى لكن تبدأ تتخلص مرة ثانية لمصلحة الهلال، لا وجود للتسلل، كرة تسديدة، معيوف يتألق في مباراة اليوم، ظنك الطوف ما يرضى انك الطوف، شوف الكرة الماضية والتسديدة الماضية الى الخارج، ركنية ملعوبة خطيرة وبعده لا 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 يا محياني، لا 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 يا محياني، ما هو بيومك خلص، ما هو بيومك خلص يا عيسى، شوف الكرة الماضية اصطدت ووصلت ضربت وتحولت، تصل الان محاولة فيها تغيير الاتجاه الكرة الى عماد الحسني، هنا في الجهة اليمنى استلام للكرة من عماد، هنا محاولة المرور والتقدم، سلمان سلمان كرة عرضية موجودة من عماد خطيرة الكرة الماضية، لا 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 لا، كرة فيها خطورة حاضرة من المدافع الساوي، هنا على يسار حارس المرمى خالد شرحيلي ملعوبة، الكرة خطيرة في منطقة الجزاء، خطورة راسية في الجول الى ركلة ركنية، فيكتور سيموس، فيكتور سيموس هنا ما فيها شيء، شوف الراسية الماضية والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية حاضرة على يمين رأس اللاعب الروماني مير الرادوي، تحولت إلى ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء الراسية، معتز البرازيلي فاندرسون خلص الكرة معها، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كلاوديو سيركيتا هو من يطلق صافرة النهاية، بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأول الأهلي يبدأ بتغيير مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، ويحصل على خطأ في مكان، في مكان يحب البرازيلي تياغو في لقطة قادمة الآن لمصلحة الهلال، شوف الخطأ الواضح في الكرة الماضية، تياغو نيفيز واحد من الاثنين على تنفيذ الكرة القادمة، واحد من الاثنين في محاولة اصطياد اللاعب وحارس المرمى معيوف للمرة الثانية، هي عند البرازيلي تياغو يلعبها المعيوف، كرة في الشباك في الجول، جول جول، هي عيت ولكنها رغمت لطعمة المحياني، رمخت لرغبة المحياني، مبكرا الهلال يسطع هنا في ايام ذي الحجة، الهلال واضح بين هنا خطأ المعيوف يستغله المحياني، لكن كرة تياغو كرة نيفيز، شوف الكرة الماضية، شوف لحظة الخروج لا وجود للتسلل، كرة تصل وصلت الى معيوف لم يحسن الاستغلال بعد ذلك من عيسى، كرة في شباك المحياني أو في شباك معيوف بأقدام المحياني، يتقدم الهلال هنا بهدف ثاني بأقدام المحياني، من معيوف لا يبدأون بالمسيلين في مباراة اليوم لأخطائهم في مباراة الفيصلي، والمعيوف اليوم هدفين الآن في النهاية، الكرة ترضخ لرغبة لإرادة لمحاولة، كرة في الجهة اليمنى، خروج من حارس المرمى الشرحيلي والمحاولة بعد ذلك يحضر عليها بالشكل المطلوب، هكذا كانوا هكذا يستمرون مجانين الأهلي في كل مكان، نعم طبيعي جدا أن تشاهد الأهلي جماهير في الرياض، وطبيعي جدا أن الشلهوب يمر في الكرة الماضية، تصل الكرة إلى المحياني، محاولة ملعوبة، لمسة من تياغو، محاولة تصل إلى ليون في منتصف في ملعب المباراة، رادوي يحمل الضغط، محاولة الله
في الخيال. رادوي يرسم خيوط المتعة والإبداع من وحي الخيال. رادوي يسجل الحضور الكبير هنا من وحي الخيال. كرة تأتي من صاحب الخيال هنا من رادوي يسجل يطلق قذيفة في شباك معيوف. خلاص هي الطوف هي الطوف يا معيوف. كرة في الشباك. الله يا رادوي شوف الكرة الماضية هي من وحي الخيال. هنا الرسمة هنا الرسمة هنا اللوحة هنا بيكاتشو. شوف الكرة الماضية بيكاسو حاضر دافنشي حاضر. والكرة الماضية تأتي بأقدام ليوناردو دافنشي. لوحة من وحي الخيال عن طريق رادوي في شباك الحارس. عيدها مرتين وعشرة عيدها مرتين وعشرة. الكرة الماضية تستحق الإعادة بعد العودة من الإصابة. يا له من ظهور ويا لها من عودة يا رادوي. كرة ملعوبة لا وجود فيها للتسلل لمصلحة عماد في منطقة الجزاء. الثاني جول جول جول. تقليص الفارق يأتي الآن. إنكار الذات من العمدة وصلت إلى سيموز. سيموز يسجل في المباريات الماضية ولا يتجلى إلا بالتسجيل في مرمى الهلال. خلك من هذه خلك من هذه. لا فيها تسلل لا فيها شيء. كرة تصل في الشباك كرة تهز الشباك ومحاولة بعد ذلك تصل في مرمى. هنا هدف التعادل. كرة فيها لمصلحة الكرة. شوف اللقطة الماضية شوف المحاولات الماضية شوف الشباك تهتز. اوه يا الأهلي يعود الأهلي. المباراة نار المباراة نار. الآن الملز يهتز الآن الملز يهتز وأنا في الدوحة أشعر باهتزاز الملز. نعم هنا بثلاثة اثنين. محاولة ملعوبة كرة فيها تسديدة في الجول. لا 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 خلاص لا أطيق أكثر من هذا يا عيوم. نترك للمباراة الحديث. هنا محاولة ملعوبة تصل إلى الحسني يبحث عن المرور مر عماد يتقدم عماد سقط لكن بتدخل من الكوري عادت الأمور مرة أخرى. وصلت إلى واندرسون عرضية ملعوبة رأسية في الجول. لا 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 أي جنون في كرة القدم. أي جنون هنا لمصلحة الراقي. أي جنون في لقاء الكلاسيكو. أي كرة قدم تقدم. أي وجبة تقدم. اتركوا أوروبا كلها وعينكم على الملز. الملز اليوم يهتز الملز اليوم يهتز. العمدة بدأ واندرسون سناها ثلاثية بعد ذلك عن طريق فيكتور سيموز. ثلاثية عن طريق فيكتور سيموز بكل الألوان بكل الأشكال. هنا كلاسيكو كرة القدم السعودية غير. في شوط ثاني أربعة أهداف في الدقائق العشرين الأولى. يوه يا كلاسيكو. أوه على الكرة الماضية خلاص راح الصوت. لكن مباراة تحدثنا كثيرا عن هدف رادوي وتحدثنا بأن هناك بعض اللقطات بعض الكرات التي تجبرك على السكوت وهي من تتكلم في كرة القدم. يوه يا تياغو هذه ما كنت راح أعلق عليها. هذه كنت راح أسكت راح أسكت. لكن الكرة هي اللي هزت العارضة هي اللي هزت العارضة. شوف التسديدة. الألمان يتفوقون على الصرب لكن في مباراة اليوم الأمور متعادلة. قد يتفوق الصربي. كرة ملعوبة في منطقة الجزاء مرت لا زالت مستمرة بمحاولة حاضرة وكرة عرضية وراسية من عماد. حاول مستمرة في منطقة الجزاء كرة يبحث فيها عن التسديد وصلت إلى واندرسون لا زالت مستمرة. لكن الإبعاد يأتي والمحاولة تتخلص وصلت في الجهة اليسرى هنا لمصلحة تياغو. هنا الشلهوب. الله يا الشلهوب. الله على المرور في الكرة الماضية لكن التغطية موجودة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تجاوزته. هذه لو تسجلت
أوه على الكرة الماضية لو تسجلت ما راح يسكتون ابدا، ما راح يسكتون ومن حقهم ينطقون. كرة تصل الحسني، محاولة المرور، محاولة التقدم في مواجهات الفريقين في السجل الناصع، في السجل الكبير، في المباريات التاريخية، في الارقام الخيالية. هنا رقم خيالي جديد، تياغو في المنطقة، محاولة ملعوبة لكن كرة تصطد. القحطاني ياسر وتياغو نيفيز هم من سجلوا لمصلحة نادي الهلال، بينما حسن الراهب كرة فيها تسديدة قوية تصل في سيطرة المعيوب. حصل في مرة وفيكتور فيغاروا حصل في مرة من خلال الأيام الماضية. النصر أو لاعبين النصر هم من يسيطرون على جوائز التصويت. كرة في اللقطة الماضية تصل إلى واندرسون تسديدة، أوه صدت من ترحيلي. في تاريخ بطولة الدوري السعودي نتحدث عن اللاعبين الأجانب، لا ننسى أبدا اللاعبين المحليين. كرة فيها تسديدة، فيكتور سيموس كاد أن يتجلى ويكسب نجومية المباراة في اللقطة الماضية، لكن شرحيلي موجود. شوف التسديدة هي رايحة لكن شرحيلي أبعدها. شوف الكرة الماضية، أوه من فيكتور، أوه يا فيكتور شوف اللقطة، يا السلام يا خالد. الحاضرة بالنسبة لنادي الهلال، لكن أن يمر الهلال من هذه الفترة اللي هو فيها الآن من دون أي خسارة، هذا الحد ذات مكسب. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لقاء المتعة، لقاء الإثارة، لقاء السحاب، هنا في واحد من أقوى وأحلى وأجمل مباريات دوري زين لهذا الموسم، ينتهي بثلاثة ثلاثة هنا من استاد الملز اللي خلاص ما عاد يهتز، انتهت المباراة.